تقنيه الفيديو خلاص رسمي فهمي نظمي. المباراه النهائيه هتبقى في ان شاء الرحمن باذن الله، سواء كانت هتبقى في انجولا، لان المباراه الختاميه خالص يا في انجولا يا في رادس في تونس، على حسب مين اللي يفوز في لقاء اول اغسطس والترجي اللي انتهى لقائهم الاول بفوز اول اغسطس 1-0 كانت في انجولا اللقاء الاول. واللقاء الاول ان شاء الرحمن في النهائي باذن الله، باذن الله هيبقى في القاهره هنا ان شاء الرحمن، يعني سعود الاهلي باذن الله. فاذا المباراه النهائيه ذهابا وايابا هيبقى فيها تقنيه الفيديو، وحدد الكاف حوالي 7 حكام لتدريبهم على تقنيه الفيديو او تقنيه الفار. بكاري جسامه اللي حكم لقاء النهارده جمع ما بين المصري وفيتا كلاب، كان موجود هناك الراجل في بورسعيد النهارده، وجوميز ده حكم برضو على فكره بكاري جسامه من جامبيا، وده جوميز ده جنوب افريقي هيبقى موجود في الناس اللي هتتمرن على تقنيه الفار، وجهاد جريشه حكمنا الدولي هيبقى موجود مع ضمن الـ7، وده يبين برضو مدى ثقه الكاف في جهاد جريشه. سيكازوري ده بتاع زامبيا لو انتوا عارفينه طبعا، حكم كويس جدا جدا. سيكازوري لموني في زوري لا حكم كويس قوي على فكره، حكم كويس جدا. والجزائري مهدي عبيد حكم برضو جيد جدا، يعني كان حكم لقاء الاهلي والوداد السنه اللي فاتت لو تتذكروه، بس مش في النهائي بقى، في دوري المجموعات في الجزائر حكم مرتين الاهلي والوداد في المغرب، اسف مرتين، هو جزائري المهدي عبيد. وزكالي سوالا ده جنوب افريقي، يبقى واخدين من جنوب افريقيا 2، زكالي سوالا وجوميس، وطبعا بابلاك اللي هو الحكم الاثيوبي اللي حكم لقاء الامس. دول الـ7 اللي تم اختيارهم على التدريب على تقنيه الفيديو. دي كانت مجموعه من الاخبار وارائنا، يعني ما تنسوناش بقى على صفحتنا على الفيسبوك، حتى لو احنا ما قررناش النهارده اختاروا اللاعب ولقبوه، يعني نجموا فرقتكم، نجموا لعبتكم، وده مهم جدا، والتواصل معاكم وتواصل من خلال مع الجماهير، وده مهم جدا من خلال ملعب الاهلي. والاهلي دايما 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 يعني بيختار القاب جميله جدا، عايزين لقب كده ينتشر وينتشر 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 ويستمر 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 ويستمر. اوكي هطلع فاصل وبعدين استقبل ضيوفي كابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر همام، وكابتن محمد حشيش. هنتكلم على مباراه الامس، وهنتكلم كمان على الدوري اللي النهارده اللي هيتلعب منه مباراتين جمعت ما بين بتروجيت وبيراميدز، والتعادل الايجابي 3-3، واللقاء الثاني جمع ما بين وادي دجله وطلائع الجيش، وقدر وادي دجله يتفوق على طلائع الجيش 2-1.